بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل باقي الشوط الثاني، نعمل ريفاين. لو جينا هنا على الفيديو هشغله، تاني احنا وصلنا للبوز ده او البوزيشن ده. طيب لو انا جيت مشيت شوية هبص الاقي ان الطيارة بدأت تعدل نفسها لحد الثانية تلاتة، تمام، وبعدين من بعد كده بقت تعدل نفسها عدلة بسيطة شوية بس مع الاحتفاظ بالميل. طيب لو جيت انا هنا احنا قلنا الثانية دي يعني تاني ثانية في الشوط بتاعي، عند الفريم 48 يعني نص المساحة او الزمن بتاع الشوط بتاعي، وجيت هنا شغلت الروتيشن وجيت قلت له تعالى على البلين وحط لي عليها كي، وجيت رحت جاي مميلها شويه، لو انا جيت كده على النال اوبجكت عشان ابص على البلاي هلاقيها كده. طبعا وضع الكاميرا في اخر فريم عايز يتظبط، هي كده قريبة قوي، عايز ابعدها شوية. ممكن تظبط وضع الكاميرا كمان من خلال، جيت قفلت الكاميرا كده من خلال الاس بي لاين ده. طيب يبقى احنا هنا كده وصلنا، احنا نفتح الكاميرا بتاعتي طيب نشوف بقى تاني. انا دلوقتي هنظبط وضع الطياره، بقى نخلي بقى الكاميرا دي في الاخر خالص. وصلنا هنا تاني ثانية وبعد كده بدأت في وقت معين خدت كيرف شوية، هنرجع براحة كده ونطلع. تقريبا احنا يعني في بداية الثانية الثانية من حركة الطيارة دي بدأت تاخد وضعها، تمام، وراحت جاية واخدة كده ايه كيرف جامد شوية. طيب احنا لما نيجي نمسك الطيارة هنبص اللي انت عامل في اول بدأت الثانية الثانية فين، كي فريم. طيب لو انا جيت كده وجيت برضو شوية كده انا معايا 24 فريم من ال 48 زائد 48 يعني حوالي 12 ويعني 72. الفترة دي الثانية الثانية او التالتة، الثانية التالتة. فخلينا نروح جايين هنا مثلا في نهاية الثانية التانية ونروح قايلين له أو في الستين، روح قايل له اديني كمان شوية روتيشن
ودي خليها فوق شوية. ليه؟ همسك البلين بقى البلين بعمل كليك يمين شو اف كيرفز، هيظهر لي الاف كيرفز تحت، ودي هتبقى يعني بالطريقة دي احسن بكتير لما تلاقيها برا او ويندو لوحدها بالنسبة لي يعني. هتيجي بقى عند الواي، نبدأ نشوف حركة الطيارة. هي في الروتيشن، الحركة اللي أنا عايز أوصل لها في الروتيشن. ممكن أستخدم التعديل على الطيارة من هنا، شفت طلعت معايا ازاي؟ يعني لو جيت بس نزلتها حته صغيره هتبص تلاقي الطياره عملت على طول القلبات دي. فهنا ايه المفروض؟ ان انا هاخد ده الفريم ده هاخده كوبي، وهروح هناك اعمل بيست. في حركة كده مش مظبوطة في حركة الطيارة، هبدأ اشوفها. هنيجي على الاف كيرفز واجي اقول له شيل خالص الشو اول تراكس، هتيجي على الاتش هنا روتيشن، وهتأكد 100% ان نفس الاحداثيات واحدة في الواي. هي هتيجي هنا شوف، انا كده لما عملت الحركة اللي حصلت دي انا كده اشتغلت على الكاميرا، المفروض ارجعها تاني مكانها. شوف ايه اللي حصل، فنرجع تاني كنترول زد. طيب انا هاجي اعمل، هاخد التلاتة دول بكنترول واجي هحدد على دول كلهم كده، واجي هعملهم لينير. تعال نشوف الحركة، هلاقيها ظبطت شوية في الأول وبعدين برضو هي رجعت كده الحتة الأخيرة دي. امسح ده، اوكي خلاص كده. لما مسحت نزل على الروتيشن على الزد،
ظبطت معايا بالطريقة دي. الانيميشن شوية عايز صبر، شوية عايز وقت لو كنت عايز تطلع حاجة كويسة. سيبك من بعد الكاميرا خالص، اهم حاجة مش مشكلة، انا ممكن اجي على الكاميرا واجي امسح خالص الفريم الاخير ده خالص، والفريم ده كمان، واجي من هنا اقرب بس كده عشان اشوف الطيارة كويس، وبعدين ربنا يسهل في حركة الكاميرا. طيب اوكي، هنشيل الاوتو كي ده خالص. شايف هنا الطيارة بتروح على المحور الواي في الروتيشن، فهشيل المحور الحتة بتاعت الواي دي، كمان دي، اوكي. نشوف الشوت بتاعنا. طب انا ممكن اضيف حاجة من عندي كوجهة نظر ليا انا شخصيا، يعني ممكن اضيف يعني شوية حركات بسيطة جدا على الطيارة وهي ماشية. همسك البلين هاخد ده، انا عايز امسكه في جميع المحاور في الاول روتيشن كله، وهاخد الفريم ده كوبي واروح هناك بيست. ليه انا عايز اعمل كده؟ عشان انزل، انا عايز دي الفريم ده واخد الطيارة كده، انا عايز بقى ابدأ ارنح الطيارة سنة صغيرة، ارنحها سنة صغيرة، تمام. فانا هروح جاي هنا مثلا واقول له انسيرت كي على البوزيشن وعلى الروتيشن، او على الروتيشن بس ماشي، وهاجي هنا دول هروح جاي عامل مثلا ايز، ونشوف كده النتيجة. خلاص اروح جاي هنا مثلا الاف كيرفز، ونتيجة كبيرة. ليه؟ لان انا عملت على كل على الاكس والواي والزد، لا انا هاخد بس على ال زد، هاجي من الاف كيرفس اتاكد ان دي متشاله، هاجي كده واقول له من هنا مثلا خلي دي او دي، خلاص ادينا دي ونعملها مانيوال ده كده. نظهر الهاندلر بتاعه ودي، نزلتها سنة صغيرة اوكي، بقت على الاتنين. لو جيت انا بقى دلوقتي عملت كده، هنا
نتيجة كبيرة. أنا عاوز أوصل لحاجة، بس هي الفيت اليونت سيستم عاملة نتيجة جامدة أوي. طيب خلاص اوكي، يبقى هنحط دي كده واروح جاي. نعملها مانوال من الفي بورد. هنعملها مثلا عند الفريم ده كده، وعند الفريم مسجلناش الكي اوتو كي. ترنح بسيط بسيط جدا، حاجة بس يدل ان الطيارة اتعدلت. لو جيت مسكت النال اوبجكت عشان ابين الطيارة بالشكل ده، جيت عملت بلاي، لاحظ المسافة من هنا وهنا، هتلاقي في كده كده، هي كده اتعدلت، راحت سنة صغيرة قوي. ممكن السنة الصغيرة دي نخليها على العكس، يعني لفوق مش لتحت، ممكن كده. هو انا ماسك النال اوبجكت، هات البلين وهنخليها هنا. بالشكل ده بلاي، ممكن نخلي ده قدام شوية الفريم ده عشان نريح معاه في الحركة شوية كده. شايف الترنح ده؟ هو ده اللي انا عايزه بين ده وده. اتمنى اكون عرفت تقدر تعمل باونسنج دي ازاي. ممكن كمان نعملها على اضيق من كده. اوكي هناخد ده كوبي، نروح على اخر فريم ونقول عليه بيست. عشان تظبط شوية ممكن دي خليها سنة. ماسك النال برضو كل ده، وانا ماسك النال كوبي. هنا في الاخير اروح جاي واخدها سنة صغيرة قوي. يبقى الباونسنج ده عشان عامل 3 فريمات وبدأت بينهم الفريم ده زي الفريم ده
وده اللي مختلف، فبيروح جاي واخد لك الاحتساب طالع ونازل. تمام، طالع وفوق نازل تحت بقى طالع تاني. ممكن مش عاجبني الفينش خالص، اخليه بيست. ماشي اوكي. اطلع فوق شوية، الاكس والواي والزد، البلين، اتأكد مفيش كيهات زيادة. تمام، هنيجي بقى على حركة الطيارة وهي نازلة من فوق لتحت. هنيجي عند أول واحد، ونتأكد كده شوية من المشهد بتاعنا. طبعا حركة الطيارة وهي نازلة، كده ليها طريقتين، يا اما الانفايرومنت نفسها من ورا هي اللي تتحرك، يا اما الطيارة نفسها هي اللي تتحرك داخل الانفايرومنت، يعني الانفايرومنت ورا اللي هي الخلفية دي، وانا داخل افتر افكت وانا بعملها كومبوستنج بروح جاي محركها بالطريقة دي. تمام، وده اسهل، كتير واوفر في الوقت. انما احنا هنشتغل انيميشن شويه مع بعض، فعايزين نحرك الطياره بقى تنزل من فوق لتحت. اوكي، هنيجي نعمل كده ونقول ال رايت. شايف الكاميرا؟ هنيجي احنا بقى فوق، ترن اون اوتو كي، ويطلع فوق بالطيارة. هتلاقي في اس بي لاين اترسم معاك، وهو ده مسار الطيارة بتاعتك. تمام، فاحنا هنيجي كده والبلاي، اوكي، نيجي لغاية الاخر ونحدد له بقى هتقف فين الطيارة. عايزينها، مالكش دعوة بالكاميرا بقى دلوقتي خلاص، عايزينها مثلا تحت نازلة في خط كده مستقيم. تعال أول قبل ما أحدد الخط هنيجي هنمسك الكاميرا ونيجي في أول فريم، انسرت كي فريم، ونيجي في الاخير بس عشان في ناس هتزعل يقولك مش عارفين نشوف، فاروح جاي واخدها كده. ده اللي في النص ده ديليت. انت لو لاحظت معايا ان انت هتلاقي في الشوت حته كده زي ما كنت هتقف شويه او هتدي باور شويه، بدخان من ورا. تاني، هي
هنا هي بص بقت بطيئة وراحت بقت أسرع لما طلع الدخان بقت أسرع. لو انت ملاحظ هي كانت من غير دخان، الطيارة ما بتطلعش دخان من ورا، جت كده وراحت طلعت دخان وبقت أسرع شوية. وده كان في الثانية تقريبا التانية. لو انت جيت هنا شفت حركة الطيارة، هتبص تلاقي ان الاس بي لاين اللي مرسوم ده فيه نقط كده، النقط دي كل ما بعدت، النقط دي كل ما بعدت كل ما السرعة زادت، تمام. النقط اللي ورا اللي هو الاس بي لاين اللي ورا، هتبص تلاقي لو انت ملاحظ النقط في قريبة من بعض، النقط فيه قريبة من بعض. معنى الكلام ده، معنى الكلام اللي هي كانت ماشية بطيء شوية بعدين راحت مسرعة، دي كما يحليك انت، انت اللي شايف تبقى فين سريعة فين، بس حسب الشوط اللي عندك. هو المفروض يبقى هنا، هنعمل كليك يمين شو اف كيرفس ونشوف الاف كيرفس عامل ازاي. تعال نشوف الاف كيرفس كل واحدة لوحدة. هنقول طبعا هو كان ماشي على الاكس على الواي والزد، ماشي على الواي والزد. فشايف انت هنا باونسينج دي راحت راجعة سنة كده. طبعا ما تنفعش، ليه الراجعة دي؟ علشان الكيرف ده كان نازل، الكيرف ده كان نازل تحت، المفروض يكمل نزول او يا اما يمشي على طول. لا ده هو طلع فوق، فبدل ما هي كانت نازله قامت ماشيه شويه وراحت طالعه سنه صغيره. فباجي على ده واقول له ده هتخليه او مش تخليه، هنمسك الشيفت عشان نمسك الهاندلر ده او الدراع ده وننزله شويه. نفس الحكايه في الزد، نمسك ده وامسك الهاندلر وانزله شويه. تعال نشوف هتبقى عاملة ازاي الحركة. رجعت برضو. طيب انا شايف ان الزد اساسا الحتة دي ممكن مفروض تعملها كده عشان تنزل الحركة على طول ستريت. طبعا الاكس ده زيادة تشيله مش هيأثر معايا في حاجة. هناخد الهاندلر ده والشيفت عشان يبقى خط مستقيم. نفس الحكاية بقى، التعامل مع الاف كيرفس دقيق جدا، نفس الحكاية بالظبط. خليها تقريبا انا هاخد ده وانزله تحت شوية. لما نزلت تحت طلع معايا فوق بالشكل ده، فممكن تعمل ريفاين من هنا او تشيل دي خالص.
لحظة الوقوف دي هي عشان الكيرف نفسه بقى خط مستقيم، فانا هنروح عامله حاجة زي كده، بس هو كده برضه هترجع. انا جيت كده، فانا شايف ان ده انا ممكن الغيه خالص. واجي اخد الاس بي لاين ده او دي، هذه كمان هشيلها. الفريم ده انا يعني مش هحتاجه خالص، لا في الزد ولا في الواي، هنشيله خالص، هو عامل مشكلة اصلا. هيبقى ستريت، نازلة ستريت كده، بس هو ده اللي انا محتاجه. شوف كده بالظبط كده. لو انا مدقق شويه هتشوف هلاقي الطياره معوجه خالص، الطياره مكانتش كده خالص. نفس الحكاية، نفس الحكاية هنا، اديها سنة على الواي. سيرت كي انا في كيهات ملهاش لازمة خالص، بوظ الدنيا خالص، انا هشيلها كلها. تلات كيهات دول
دي هتكون الحركة. سيف. طيب انا همشي اسرع شوية بالطيارة، وهاجي عند اخر فريم، هروح داخل طيارة كتير قدام، واعمل كي، نفس الحكاية بالظبط، هاخد الكاميرا عشان تروح لها. ما عينا من الـ environment، الـ environment ممكن اتحكم في طريقتها بالكاميرا برضو، يعني ممكن اعمل كده، انا ماسك الكاميرا اهو، تمام، اروح مثلا اول فريم كده، بعيد، عايز اقربها شوية، ليه؟ برضه احنا لسه فيه في الروتيشن شوية كي فريمات. ده عايز يروح هناك على الواي، مش عارف انا مخدتش بالي وخليت الطيارة تبص، يعني تروح على المحور واي، عايزة كده، طبعا ماشية بطيء، وبعدين بدأت تدي الدخان بتاعها فزادت سرعتها شوية بالشكل ده، ودي كانت النتيجة النهائية بتاعتها. المفروض بقى يبقى في دخان وفي environment تحتها ماشية، ده كان نهاية الشوط التاني. ان شاء الله بإذن الله المرة الجاية هيكون في تكتيك جديد في الانيميشن والكاميرات بالأخص. السلام عليكم.